السلام عليكم جماعة الخير، نهاركم خير وعافية، إن شاء الله تكونوا انتوما وأحبتكم وأهليكم بخير. ما نيش محضر حالي باه نهضر ندير فيديو اليوم، رانا مع الخدمة وما نيش كما تعرفوا ما نيش متعود أنه ندير دوريا يعني فيديوهات للتعبير على فكرة معينة، لكن شو اللي راهو يحصل في البلاد الآن وهذه الحملة الاعتقالات والأحكام هذه بحق النشطاء، الله العظيم تخلي الواحد ينطق من جنابه. ما الذي يحدث؟ واش صاري هذا؟ كيف هذا التكالب على نشطاء الحراك والتكالب على أصحاب الرأي؟ سيدي واحد يكتب زوج كلمات على الفيسبوك يدخل بست شهور ربع عام عامين، واحد حاكمين ثمان شهور حبس احتياطي، واحد شهرين واحد ثلاث شهور. علاه هذه الحاله هذه اللي راكم فيها يعني؟ واول حو انا نبدا بس كوني قاعد نقرا شو تكتب الصحف، خاصه الصحف الخاصه في الجزائر. واش بكم يا زملائي؟ واش بكم يا اخوتي؟ شي هذا نفتح ولا خبر واحد على هذه الحمله نتاع الاعتقالات، مداهمات البيوت تاع ناس مساكين، مع يعني ناس زواوله اولاد الشعب، على جزوج كلمات كتبهم في فيسبوك يعتقلوه يدخلوا للدار وفتشوه ويديوا حبس احتياطي. كل هذه الاحكام اللي كانت خلال هذا الشهر هذا اللي فات، احكام تعسفيه، باين بلي هناك قبضه امنيه مسيطره على كل شيء، وباين بلي قضاء الله غالب عليه، يعني قضاة الله غالب عليهم، يعني كاين اللي متواطئين وكاين اللي هم مسخين وكاين اللي الله غالب عليهم وكاين اقليه راهي تقاوم، يعني طبعا يعني اكيد كاين اقليه راهي تقاوم. رغم هذا كل هذا الضغط، خبر في جريدة ما كانش، تعامل مع هذه الأخبار كأنها خبر عادي. تم اعتقال فلان الفلاني، تم سجن كذا، صدرت أحكام، ديروا حصيلة أسبوع، صدرت أحكام في حق نشطاء الحراك كانت كذا كذا كذا. خبر هذا مش موجود، تعتيم إعلامي رخيص على مجالات، على مجال حقوق الإنسان ووضع حقوق الإنسان في الجزائر. نفتح لي تاع الصفحات اليوم، صحافه خاصه فاتحه الجريده ب يعني صفحه خاصه فاتحه الجريده بمجله الجيش، لاين بمجله الجيش، واش دخلك انت في مجله الجيش؟ هذه خدمه الشعب وخدمه المجاهد والمؤسسات العموميه، هاي نشرت اخبار تاع ثمينه مديره العرس، واش دخلك انت؟ يعني صحافه مستقله من المفروض يعني خاصه، واش دخلك انت تروج الافتتاحيه تاع الجيش؟ وش من افتتاحية؟ هل هذه افتتاحية ذات قيمة اللي تفتح بها وتحطها في لاين وتحط العناوين الكبيرة؟ كل الصحف الخاصة اليوم خارجة بالمجال الجيش، كاين اللي حاطها في الصفحة الكبيرة، كاين مدير عنوان عريض قهوة، واش بيكم واش بيكم؟ كل يوم هذه القنوات وهذه الجرائد، هاو جا شنقريحة راح شنقريحة، هاو قال شنقريحة، واش دخلك انت في شنقريحة؟ واش دخلك انت تفضل تبع في شنقريحه وجدا؟ هاو زار الناحيه العسكريه، هاو زار الاخر، هاو علق قراد الفنان، هذه امور يغطيها اعلام خاص بمجلة الجيش بقضايا الجيش. يديروا تلفزيون، يديروا تلفزيون دائره مغلقه وين الجنود والعسكري يشوفوا نشاطات قائد الاركان نتاعهم، تتغطي قائد الاركان بتكون حاجه كبيره. شي هذا تفضل تبع الاخر لازم له فيك عائلته، هاو راح وجا هاو راح وجا ديني في علي. ولما يقبضوا على مسكين شيخ داوه للحبس على جال جوج كلمات معوق، واحد من الاحتياجات الخاصة راكم شفتوه، هذا الطفيل المسكين مشلول، سبحان الله العظيم مشلول، يحكم عليه حبس، هذه ما تكتبوش عليها كلمة ما كانش. الأحكام اللي راهي موجودة، الهم يعني هم من يعني نقرا فيهم بالواحد كل يوم ثلاثة أربعة خمسة ستة كل يوم. هذا الشيخ هذا اللي حكموه اليوم، هذا قلوش علي عام حبس مع الإيداع، علاه عام حبس مع الإيداع؟ واش داروا هاد الناس؟ قالوا زوج كلمات، كتبوا زوج كلمات، تظاهروا حقهم يظاهروا، ونجيكم قضية الحق في التظاهر. هذا تواتي مسكين،
والله نجيب هذا الطفيل الصغير. اه سيف الدين بن شلوش برج بوعر عليج. هذا مش صاحب احتياجات خاصة شوية يعني. ماهوش عنده إعاقة قليل. سيد مشلول في كرسي تحكم عليه انتهى ستة أشهر حبس نافذ غيابيا. وش بيكم صار؟ ما 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 دهاكم؟ وش هذا الشيء هذا اللي لكم فيه يا إعلام الهم سيدي؟ في التسعينات خاصة زملائي اللي خدموا معايا في التسعينات كانت قلتها قبيل الحرب والحالة ما تعرفش حتى منين تجيك الضربة. ضغط الحكومة، ضغط الرئاسة، ضغط الديارات، ضغط جماعة اللي مسلحين جية من كان هناك حد أدنى من المقاومة يا صاحبي انتم كم تعرفوا مانيش حاب نسميكم. كان هناك حد أدنى من المقاومة كنا نكتبوا أخويا نكتبوا على القضايا الحقوقية ونكتبوا على كل شيء. كلمة واحدة ما كانش على هالاعتقالات. وش فايدة عندك صحيفة انت يا بادات تقول تعاود لي وش تبون وش قال تبون وجماعته عندهم الإعلام نتاعهم إعلام البروباغندا اللي هو إعلام الشعب اللي هم رجعوه إعلام نتاعهم يخدم الأجندة نتاعهم. وهذه من بكري يعني زاد استفحل في وقت بوتفليقة والآن ديباسيتو لليميت كل الحدود. وقت بوتفليقة جزء من الإعلام مارس يعني مارس يعني أدنى درجات الانحطاط في العمل الإعلامي. وجا الحراك ولعبتوا دور وسخ. الملايين كانوا في الشارع وانتم معتمين عليهم شوش ولا كلمة. عندي الفيديوهات نهار الجمعة نهار كان الملايين من الناس خارجين وش كنتوا انتم تبثوا ميكي وفلام تركيا وفلام وسترن في هذيك الفترة بين صلاة الجمعة حتى المغرب. قلنا لكم ما تحشموش لك ربي يعطيكم فرصة الآن شلوا رواحكم شوية على الأقل من باب النصيحة. سيدي انصحوا جماعتكم انصحوا جماعة تبول واللي راهم حاكمين أصحاب السلطة الفعلية انصحوهم. قال لي ولدي ما يمكنش إنه اللي يحل فمه تعدكم في الحبس اللي يحل فمه تروح تدير له تهمة تاع رشاد وماكم هذيك المسخرة اللي راكم فيها هذه. حشموا شوية بزاف. بالنسبة للطبقة السياسية وينكم يا صاحبي؟ إذا الحزب السياسي لا يدافع عن الحقوق الأساسية للمواطن، الحق في التعبير، الحق في التظاهر، الحق في إبداء الرأي، الحق في الانتقاد، واش بكم انتم؟ واش يدير بك الشعب انت؟ قطع لا كريمو وغير روحك كش ما تلقى خدمة على روحك. زوج ثلاثة أحزاب راهم داروا بيانات على هذا حملة الاعتقالات وهذا حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر. الغلق الإعلامي، الغلق السياسي، الضغط، ترهيب المجتمع. الباقية ولا كلمة ولا كم شايفين موالاة ولا معارضة. مفروض مع هذه الحملة هذه تجتمع المعارضة على نقطة واحدة هي الحريات في الجزائر. وين راهي الحريات في الجزائر؟ هذا التدهور في الحريات في الجزائر. خطاب رسالة مباشرة للسلطة قال او كاين حد ديباسيتو هذا الحد. هذا كوريا الشمالية شبيكم قالوا ينتقد شنو هيئة نظامية وما عبليش وسب رئيس الجمهورية وتهديد الأمن وتجمع غير مسلح والكلام الكبير شبيكم هذا. تجي البريطانية تشوف المدونين والصحفيين وش يكتبوا على بوريس جونسون اللي هو الرئيس يعني هو رئيس الحكومة لكن هو الرئيس ولا ما عندهمش رئيس أنا أو وش يكتبوا على العائلة المالكة ولا لما يديهم إعدام هذا. روحوا لألمانيا شوفوا وش يكتبوا على السلطة. إما لو كنا حكموا وش يكتبوا الناس في ألمانيا في فرنسا في بريطانيا في الولايات المتحدة على الحكام تاعهم الرؤساء تاعهم يديهم إعدام. ماشي واحد انتقد ولا قال كلمة. هذا الوضع لا يمكن أن يستمر. والطبقة السياسية عليها تحمل مسؤوليتها سبحان الله العظيم. مش قادرين تجتمعوا على جال بيان فقط الحقوق. ما قلناكمش تفاهموا على أرضية سياسية هذيك السوق هذاك ومازال. لكن على الأقل بيان مشترك حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر.
ما يمكنش صاحب الرأي المسالم انه يروح الحبس على جال رأيه، يكتب في الفيسبوك انه شنقريحة ما عندوش الحق بها يهدر في الامور السياسية. شنقريحة يجي بيان ويقيم في يقيم من يكتبتها، يقيم في المسار الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي للجزائر، يجي واحد يقول له هذا ما عندوش الحق، هذا عبارة عن رئيس أركان الجيش ما عنده حتى مهمة سياسية في البلاد. قانون الخدمة العسكرية وهم اللي داروا القوانين، ما عندوش حق هذا الضابط السامي أنه يدخل في السياسة، يروح يتحدث مع الجنود مع الضباط في الشأن الاقتصادي في تلفزيون تاعهم، يديروا وزارة الدفاع تقدر تدير تلفزيون خاص ليزون مغلق يعني سيركوي فيرمي يشوفوه غير في الثكنات كذا، ما تجيش تحطوا لي انا في التلفزيون تفتح لي نشرة الاخبار، نشرة الاخبار الرئيسيه يفتح لي بخايد اركان الجيش. ولما يجي واحد يقول لي ولدي وعلاه يديه الحبس يا ولدي ما حقوش، يقول لك يروح يديه الحبس، هذا ماهوش هم. وحكايه مؤامره وكذا كله كلام فارغ. شيلر ويسرى عند المغرب، قضية التطبيع، هذه كلها أمور تدرس في دوائرها، تتخذ القرارات، فاهم، ويحفظ أمن الوطن بالكيفية الرسمية اللي يعرفها كل الدول، وإحنا رأنا مع هذا الخط فعلاً. الأمن القومي الجزائري مهدد، ومشي مهدد فقط من الخارج، وهذا الشيء ما تفهمناش أنا وياكم عليه، يوم مهدد من الداخل. هذا الغلط السياسي والإعلامي هو التغول تاع القوى الأمنية، الضغط على القضاء، انعدام العدل، السلطة وحدها تدبر وحدها، تحوس دير معارضتها وحدها، دير المجتمع المدني نتاعها، النقابة نتاعها، رجعنا نفس الشيء. بوتفليقة واش دار؟ بوتفليقة حوسي جرائد المعارضة تاعو، والمعارضة هي نتاعو، والنقابة هي نتاعو، وكل شيء نتاعو. ما خرجناش وني با صوتي دو مبارش. لكن به تقهروا الشعب وتبرروا الفشل تاعكم بالمخاطر الخارجية وكذا، هذه هذا السوق كان في الستينات والسبعينات، فات الشعب فاق بهذا الشيء هذا. ماهوش هذا هو المسار الصحيح. على الطبقة السياسية أن تتحمل مسؤوليتها الآن فيما يخص قضايا حقوق الإنسان. كل الشعب معني بقضايا حقوق الإنسان، لأنه بدون قضية بدون حل مشكلة حقوق الإنسان كان حتى تقدم. ما تقولي لا إقلاع اقتصادي لا سياسي لا دبلوماسي وانت تقمع في الشعب، وانت يا واحد ما يقدر يهدر، ناس معارضين في الخارج خايفين سبحان الله العظيم، واحد ما هو مدير ولا شيء، لا تاع مخدرات، له تاع لسرق دراهم من زاير، خدام حزام في الغربة، مسالم، يحب البلاد، يكتب زوج كلمات في فيسبوك على جالهم يخاف يهبط لبلاده، لأنه يعرف لأن يحقروه ويدخلوه للحبس ويغبنوه، واحد ما راح يطلع عليه. هذه هي الحقيقة المرة. هذا بالنسبة للطبقة السياسية عليها تحمل مسؤوليتها. بالنسبة لتبون الجماعة راهم قالوا لكم العقال، ما نضلش نعاود انا في الكلام، راكم داخلين البلاد الحيط. هذا المسار اللي راكم فيه مسار جرب من قبل في الجزائر وغير الجزائر، مسار عدمي يسميوه، اقصاء كل الطبقة السياسية، اقصاء الاعلام، اقصاء النخبة، وتجميع القصة فيك في الجماعة والمشامشية اللي دايرين وما يسمى زبائنية النظام أو زبائن النظام والمستفيدين منه، وأيضا ما يسمى الحلفاء الطبيعيين تاع النظام اللي هم كل شيء ثلث ملايين كل على بعضها مشمخين، يعني إعادة نفس الغلطة أنه أنتم اللي تقروا، أنتم اللي يديروا زعم الحلول، وأنتم اللي تفريوها، واللي عنده فكرة تقولوا لا الفكرة تاعي هي المليحة، هذه راح تزيد دخل البلاد للحيط. انتم ما عندكمش لا الفكره ولا التقنيه للخروج من الازمه، لا الازمه الاقتصاديه ولا الازمه السياسيه اللي عندنا ولا الازمات الاخرى اللي راهي جايه. احنا عندنا ازمه معقده في الجزائر، ما يمكنش
ما يمكنش انت وحدك اللي تقرر، انت هو اللي تنفذ، وانت هو اللي وحدك زعما اللي تلقى الحلول، وانت اصلا مطعون في الشرعيه نتاعك كنظام حكم. درتوا رئاسيات، تغير الدستور وبرلمان، وزدت تعمل بلديات، احنا كنا عارفين بالمسار. اول ما قرر راح القايد صالح هذا المسار، قلنا لكم هذا المسار واش راح يكون فيه؟ راح يكون فيه لازم لهم رئيس، لخاطر عندهم مشكله هما، لازم يجيبوا رئيس، ومشكلتهم كان رئيس. ويروح يدير لك تعديل الدستور، ويدير لك برلمان كما يحب هو، ويزيد يدير لك بلديات كما يحب هو، ويقول لك هاي ليك الطبخه. وهي أسوأ، هذه الطبخه هي عباره عن واجهه سياسيه للنظام الفعلي. يعني من يقرر في الجزائر ماهوش تبون ابدا. لما وقعت المشكله الحقيقيه شفنا شكون كان يقرر. كان يقرر نائب وزير الدفاع ورئيس اركان الجيش القايد صالح، هو اللي قرر المسار الدستوري هذا، وقلنا لهم بلي هذا المسار راح يدخلنا في حيط، وهكذاك استمروا فيه. هذه هي المؤسسة تحتاج واجهة سياسية. نفس العملية اللي كانت بعد 92، يعني نفس الشيء، انتخابات 95، انتخابات 97، والانتخابات تاع زروا تاع بوتفليقة بعدها، وكل البرلمانات تاع زروال، وكل هذه كل اسمها الواجهة السياسية لسلطة العسكر الحقيقية. هذه حقيقة، ولما تقول هذه الحقيقة يهدوك بالحبس. دونك حنا نقولوا لهذه السلطة الفعلية راكم خلقتوا أسوأ واجهة سياسية ممكن تكون في البلاد. يعني حتى الواجهة السياسية وما قدرتوش تعملوها، وانا نعرف ان ما قدرتوش تعملوها، ما كانش بها تعملوها بح. لما تقصيوا كل المجتمع وتحبوا تخدموا واجهة سياسية غير بالزباين تاع السلطة، خلاصوا زباين السلطة، راح ما بقاش عندكم رجال كيما ويحيى وتجمع لتزينوا بهم الطبخة، ما بقاش، بقى الركاي. وهذا الركاي أنا نشوفه فيه في الحكومة، نشوفه فيه في البرلمان، نشوفه فيه على مستوى الرئاسة، نشوفه فيه على مستوى الإعلام. الركاي، لا ركاي، الرداء على كل المستويات. جيب وزير تجارة روح نحيه، جيب وزير الصناعة يومين وزيد نحيه، جيب وزير اتصال ما يكملش العام وزيد اديه، جيب وزير فلان وزيد اديه، ما كمش نلاقي الحل، مش راح تلاقيو الحل، تلقاوش الحل، تقدروش تلقاو الحل، انتم ما كمش تاع الحل، انتم عندكم مهمة واحدة هو ضمان استمرار هذا نفس النظام، وخلي دخلت زاير، وبيعوا للشعب، بيعوا للشعب هذاك الكلام. هم جاءوا هم دخلوا ها 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 اوكي. هذه هي، اذا هذه هي واش حبيت نقول. اياكم الضغط الكثير على الشعب، هذا الارهاب للشعب ما هوش في خير البلاد. راح نرجع، انا ما كنتش نعول ندير هذه الفيديوهات، لكن راح نرجع نعمل هذه الفيديوهات، راح تكون دوريه شهاده لله نقولوها وخلاص، ما نستنى ولا شيء، هي كلمة راح نقولوها والسلام. ما يمكنش انه كل صباح نوضوا نلقاو ولاد الشعب يديو فيهم الحباس فقط لانهم تظاهروا، هو حقهم الدستوري انه يتظاهروا، حقهم الدستوري انه يعبروا عن رأيهم. هذه هي، سنتحدث في هذا الموضوع باستمرار ومش راح نسكتوا.